أهلا بكم إلى يومنا هذا. ومنذ عقود طويلة لا تزال المنطقة كلها تدفع ثمن التعنت الإسرائيلي والهروب من استحقاقات السلام. ومنذ 7 أكتوبر الماضي تدفع إسرائيل نفسها والمنطقة ككل أثماناً مضاعفة وباهظة. ورغم ذلك فإن إسرائيل مستمرة في حربها، بل وتذهب إلى أبعد من ذلك لتعلن نيتها الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية في قطاع غزة لعدة سنوات قادمة. وكعادتها تتهرب رغم المأزق الذي تمر به كعادتها دائما، وتقول إنه من العبث أن يطلب من إسرائيل الآن النظر في حل الدولتين. غزة التي اختزلت كل فصول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي جعلت الشرق الأوسط كله أكثر تعقيداً وانفجاراً من أي وقت مضى. جعلت واشنطن تواجه واحدة من أكثر اللحظات النادرة في تاريخها، وبسبب دعمها لجرائم إسرائيل في القطاع أصبحت مصالحها وقواتها في مرمى الهجمات في أكثر من مكان على جغرافيا الشرق الأوسط. من الصعب تخيل تجنب شبح هذا الانفجار ومنع اشتعاله دون وقف إطلاق النار في غزة وتلبية كل الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعانون. ومن الصعب تخيل ذلك أيضا دون إحياء الأمل في سلام دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة. بهذا فقط ستهدأ المنطقة كما تطالب مصر وتتحرك دوما من أجل السلام والاستقرار للجميع. أهلا بكم في حلقة جديدة من مصر. وكالعادة نبدأ معكم دائما باستعراض لأهم عناوين الأخبار المصرية والإقليمية والدولية. البداية من القاهرة، ومجلس الوزراء المصري الذي وافق على إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. القرار يهدف إلى إلغاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها بعض الجهات الحكومية بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين جهات الدولة وغيرها من الأطراف. وافق مجلس الوزراء المصري على قرار بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع يستقبل السفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر في أول زيارة رسمية لها لقناة السويس، حيث تم مناقشة التحديات الراهنة في البحر الأحمر وباب المندب، والتي كشفت عن الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها قناة السويس في حركة التجارة الدولية. وزير الخارجية المصري سامح شكري يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد. شكري طالب الدول المانحة العدول عن قرار تعليق تمويل وكالة الأونروا لتأثير هذه القرارات على الأوضاع الإنسانية في غزة. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدانوم يقول إن وقف التمويل لوكالة الأونروا سيكون له عواقب كارثية على سكان قطاع غزة الذي دمرته الحرب، وأشار أنه لا يوجد كيان آخر لديه القدرة على تقديم المساعدة التي يحتاجها سكان القطاع. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يزور إسرائيل خلال أيام للمرة السادسة منذ بداية الحرب على قطاع غزة. سبق وأن شدد بلينكن على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية وتطوير أداء السلطة الوطنية الفلسطينية كي تكون قادرة على الاعتناء بشعبها على حد قوله.
رغم القرارات الأممية ومناشدات المجتمع الدولي، لا يزال الاحتلال يمارس سياسة التجويع في قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي. برنامج الأغذية العالمي أكد أن جميع سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من 2 مليون فلسطيني يعانون من أزمة انعدام الأمن الغذائي في القطاع، ما يزيد من مخاطر المجاعة كل يوم يمر دون إدخال المساعدات الكافية لسكان القطاع. الأوضاع في غزة دفعت السكان إلى اللجوء لعلف الحيوانات لمواجهة الجوع ونقص المواد الغذائية، حيث يعاني 93% من سكان قطاع غزة من مستويات مرتفعة من نقص الغذاء، فيما يواجه 500,000 شخص يمثلون حوالي ربع سكان غزة يواجهون الجوع فعلياً كل يوم، وفقاً لآخر تحديثات وتقارير المنظمات الأممية التي تشير كذلك أن هناك توقع بإعلان المجاعة بشكل عام بعد أسبوع من الآن، أي يوم 7 فبراير المقبل ستعلن المجاعة في قطاع غزة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تتوقع تعرض أكثر من 10,000 طفل في غزة لخطر الهزال ونقص الوزن، وهو أحد أخطر نتائج سوء التغذية الذي قد يعيق نمو البدن والدماغ. وتمر حوالي 200 شاحنة يوميا عبر معبر رفح المصري ومعبر كرم أبو سالم، وهو ما يمثل ثلث احتياجات القطاع اليومية التي تصل إلى حوالي 600 شاحنة في الظروف والأوضاع الطبيعية. يأتي هذا فيما أصبح من الصعب إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة الذي سحقته الطائرات الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية، ما دفع السكان إلى النزوح جنوبا، وذلك في جريمة تهجير قصري واضح بحق الفلسطينيين. سياسة التجويع هي جريمة جديدة يضيفها الاحتلال الإسرائيلي لسجله المليء بالمذابح والجرائم وانتهاك القوانين الدولية. وخلال الساعات الماضية انضمت نيوزيلندا إلى قائمة الدول التي أعلنت وقف تمويل وكالة الأونروا، أكبر وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل في دعم الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة أو في الشتات. 14 دولة أعلنت وقف التمويل دون الاكتراث بالتداعيات السلبية على الأوضاع المعيشية للفلسطينيين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص. للمزيد ينضم إلينا من غزة السيد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. سيد عدنان أهلا بكم. يعني هذا الخبر الذي قرأناه منذ قليل بأن هناك توقع بأن تعلن المجاعة رسميا في قطاع غزة بعد أسبوع فقط من الآن، إلى هذا الحد وصلت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة إلى هذا السوء؟ نعم، هناك انهيار كامل في المنظومة الإنسانية في قطاع غزة. ما يقدم لاثنين وثلاثة من عشرة مليون فلسطيني هو القليل. يعني نحن نقدم مواد غذائية مرتين أسبوعيا، بعض علب معلبات الفول والفاصوليا والتونة وأيضا المياه. هناك انهيار أيضا في المنظومة الصحية، نتحدث عن مئات الآلاف من المرضى، عن ارتفاع خطير في التهابات الأمراض الصدرية والأمراض المعوية، انتشار كبير للكبد الوبائي، انتشار لالتهاب السحايا. يضاف إلى ذلك أن العمليات العسكرية مستمرة، هناك مئات القتلى والجرحى يوميا يسقطون. نتحدث الآن عن حوالي 5% من سكان قطاع غزة إما قتلوا أو جرحوا أو مفقودين. يعني لو كان في غزة عدد سكانها 50 مليون كنا نتحدث عن حوالي 2.5 مليون قتيل وجريح ومفقود، وهذا هو الرقم الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن. في منطقة شمال قطاع غزة ومدينة غزة هناك مئات الآلاف من الجوع، الناس يستخدمون علف الحيوانات بدل الدقيق، وهذا الشيء لم يحدث أيضا منذ الهجرة الفلسطينية أو النكبة الفلسطينية الأولى في عام 1948. الأسواق التجارية معطلة تماما لأن الخط التجاري
لا يدخل في غزة. لو كنت تملك كل مال الدنيا لا تستطيع أن تشتري أشياء تريدها. إضافة إلى ذلك أن المناعة الصحية الفردية للمواطن الفلسطيني في غزة أصبحت ضعيفة، لا يستطيع مقاومة الأمراض، يعني أصبحت مناعته هشة في مقاومة الأمراض المعدية. ويبدو أن الفلسطينيين في غزة يعني سيبدأون يموتون جراء المجاعة وجراء الأمراض. نعم. أيضا طيب، ماذا لو أصرت هذه الدول 14 دولة قررت قطع مساعدتها للأونروا؟ ماذا لو قررت الاستمرار في هذه المقاطعة؟ إلى أي مدى سيصل الأوضاع في القطاع حتى ما بعد الحرب؟ لأن دور الأونروا هو دور دائم منذ مما هو بعد 48. نعم، يعني ما لدينا من تمويل ويكفي حتى نهاية هذا الشهر، يعني على أساس بعد ساعتين سيبدأ شهر فبراير. لدينا تمويل للشهر فقط، بعد ذلك سيكون لاستمرار تعليق المساعدات ومنعها آثار مدمرة على مجمل العمليات الإنسانية التي ننفذها في قطاع غزة، لأننا في غزة بقينا لوحدنا، نحن نقدم الآن مساعدات لكل سكان قطاع غزة. لا أحد يتخيل ما الذي سيحدث بعد شهر من الآن وكيف ممكن أن تتطور الأمور. هذه الدول المانحة هي من أهم الدول المانحة، تقريبا نصف المساعدات هي من هذه الدول، ثلثي المساعدات قدموا لنا في عام 2023 حوالي 847 مليون دولار. يعني أهم الدول هي الولايات المتحدة وألمانيا، اليابان، أستراليا، كندا، يعني هذه دول مهمة جدا للأنوة. صحيح، أشكرك شكرا جزيلا. ضيفنا من قطاع غزة السيد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا. الرد الأمريكي قادم لا محالة. كانت هذه هي الرسالة القصيرة والمختصرة لإدارة الرئيس جو بايدن بعد مقتل 3 عسكريين في هجوم على الحدود بين الأردن وسوريا. وبات بايدن تحت وطأة الضغوط لرد اعتبار أمريكا على الهجوم الذي يعد الأكبر منذ سنوات ضد مصالح واشنطن في المنطقة. أجواء الترقب والقلق تسود المنطقة وسط تحذيرات من إشعال فتيل حرب واسعة النطاق على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ففي العراق، وبعد أن تبنى فصيل عراقي مسؤولية الهجوم، يتساءل الجميع عن الرد الأمريكي، متى وكيف وضد من؟ فصائل عراقية أمرت بإخلاء مواقعها والانتقال إلى أخرى بديلة، وبعضها الآخر أعلن تعليق عملياته العسكرية ضد القوات الأمريكية، وأوصت عناصرها بالدفاع السلبي مؤقتاً حال تعرضهم لأي هجوم أمريكي. بدورها بدت إيران التي نفت مسؤوليتها عن الهجوم وكأنها تترقب الرد الأمريكي، إذ قال وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان إن واشنطن تعلم الطريق لإنهاء الحرب والأزمة الحالية، وأكدت طهران أنها سترد بحسم على أي هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها ورعاياها في الخارج. لا أحد يستطيع التنبؤ بمآلات الرد الأمريكي، لكن الواقع يشير إلى أن المواجهات على الأرض تتعقد وتتشابك
والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وضعت المنطقة كلها في دائرة الرد والرد المضاد، وفيما تستمر إسرائيل في ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، فقد تتوسع الحرب عبر نداءات الثأر والانتقام. وهي سيناريوهات حذرت منها مصر منذ وقت مبكر، وشددت على أن مفتاح الحل يبدأ عبر التدفق السريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لغزة، والانخراط في التفاوض حول وقف إطلاق النار، ثم البدء فوراً في مفاوضات إحياء عملية السلام وصولاً لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن السيد جويل روبن نائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق. سيد جويل، مساء الخير وأهلا بك معنا. كيف ترى التطورات والتصريحات الأخيرة التي ربما نقلها أكثر من مصدر كأكسيوس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى بأن هناك تفكير أن واشنطن تفكر في الاعتراف بدولة فلسطينية، كيف ترى هذا التحرك أو هذا الخبر الذي جاء من واشنطن مؤخرا؟ شكرا لاستضافتي، إنها فكرة مثيرة للاهتمام. الآن نرى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يصرح بهذا علانية، وأيضا عديد المثقفين في واشنطن يكتبون عن هذه الفكرة ويروجون لها. أعتقد أنها فكرة مثيرة ومبتكرة. فكرة حل دولتين ليست جديدة، ليست سياسة جديدة، ولكن كيفية الوصول إلى ذلك كان هو التحدي دائما. فبالنسبة لإدارة بايدن أن يصرحوا ويروجوا لهذا علانية، هذا سيخلق طاقة وأمل، وهذه هي الطاقة التي نحتاجها الآن، لأن الشعب الفلسطيني يحتاج أن يعلموا أن هناك مستقبل لهم حيث سيحصلون على دولتهم المستقلة واستقلالهم، وهذا هو النقاش الآن. نعم، لكن كيف ستقنع إدارة الرئيس بايدن الجانب الآخر، الجانب الإسرائيلي الذي دائما ما كان يتفاخر بنيامين نتنياهو بأنه هو من عرقل الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية، والآن هو وأركان حكومته دائما ما يصرحون بهذا الأمر أنه لا وجود لدولة فلسطينية؟ لدي ردين على هذا. أولا، السياسة الأمريكية لعقود الولايات المتحدة قررت أن تدع الطرفين يتفاوضوا وأن لا تتفاوض بالنيابة عن أي من الطرفين. محاولة التوصل إلى اتفاقية من بينهم جورج بوش وأوباما قاموا بتقدم محرز، ومؤخرا رئيس الوزراء نتنياهو علانية كان يرفض ما يقوله بايدن علانية إزاء حل دولتين، والرد كان محبطا، وأيضا الكونغرس كل مسؤول وقع على اتفاقية تقول أن السياسة الأمريكية تمضي نحو حل الدولتين. فهذا هو المشهد السياسي الآن في واشنطن، يتغير ويعطي مساحة أكبر للبيت الأبيض أن يفكر أن سياسة الانتظار، وربما يجب أن نقوم بتجربة منهج آخر. وأعتقد أنه كان خطأ كبير من نتنياهو أن يرفض علانية رؤية رئيس بايدن عقب دعم بايدن الكبير لإسرائيل في حربها ضد حماس. ولكن هل ترى بأن هذا الأمر ممكن مع أننا الآن دخلنا عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبالتالي الداخل الأمريكي سيكون منشغل، الرئيس بايدن منشغل بالانتخابات، وبالتالي من الممكن أن تستهلك إسرائيل هذه الأشهر القليلة المقبلة في مناورات وبالتالي تضيع هذه الفرصة؟
الرئيس بايدن لديه أمامه تحدي سياسي في الحزب الديمقراطي، يجب أن ينتهز كل فرصة للحصول على أكبر عدد من الأصوات. الحزب الديمقراطي محبط من الحرب بين إسرائيل وحماس. هذه الفكرة الدولة الفلسطينية والدعم للشعب الفلسطيني والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي ليست فكرة ولكنها سياسيا بإمكانها أن تساعده في الانتخابات. الرئيس السابق ترامب لديه رؤية مخالفة، سيكون هناك تناقض كبير. هذا لا يعني أنها لن تحدث هذا العام، ولكننا سنرى أن سيكون هذا جزءا من المبارزة السياسية، رجلان برؤيتان مختلفتين. إذا فلا تتوقع أن يتم الوصول إلى هذا الحل أو بدء مفاوضات مباشرة كما تريد واشنطن ما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأشهر القادمة؟ ترى أن هذا سيكون من الصعب قبل الانتخابات الرئاسية؟ أعتقد أنه السؤال هو ما يمكن لإسرائيل أن تفعله، و كيف للرئيس بايدن أن يضغط عليهم. حماس ترفض حل الدولتين، يجب أن نكون واضحين إزاء هذا. السلطة الفلسطينية حماس تريد محمود عبد تريد دولة فلسطينية، ستكون المفاوضات معقدة. طيب، في الفترة الأخيرة كان هناك، وتابعنا إعلان واشنطن بقيادتها لحلف لقطع المساعدات عن وكالة الأونروا، إلى أي مدى ترى أن هذه الخطوة قد تكون أو تسبب ضررا حتى للإدارة الحالية، إدارة الرئيس بايدن، خاصة لأنها تأتي في وقت هناك مجاعة حقيقية ستعلن بعد أيام قليلة في قطاع غزة؟ نعم، أنت محق، إنها أولوية كبيرة لإدارة بايدن أن يدعم حياة الشعب الفلسطيني. بايدن يتحدث عن هذا. المشكلة هي أن الأونروا هي الآلية لإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، سيكون هناك فشل في إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني. أعتقد أن إدارة بايدن ستدعم التحقيق الذي يجري في الأونروا، وأأمل أن بعد التحقيق أأمل أنه سنرى عودة الدعم للأونروا. هناك ضغط كبير إزاء هذا الأمر، وأعتقد أن الإدارة تتفاهم جيدا أنهم يجب عليهم أن يدعموا الأونروا وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني من خلال الأونروا، وأنهم يجب أن يهتموا بعمل الأونروا، يجب التعامل مع هذا أولا. نعم، كنائب وزير خارجية أمريكي سابق سيد روبن، كيف تتوقع شكل الأجندة التي سيأتي بها الوزير بلينكن إلى تل أبيب ربما بعد أيام قليلة؟ سيرسل الرسالة التي تتداول لأسابيع أن الدعم الأمريكي لتنظيم دبلوماسي لإخلاء سراح الأسرى من حماس وهدنة مؤقتة، وقف الإطلاق النار مؤقت لمساعدة في حدوث هذا، وزيادة الدعم للمدنيين الفلسطينيين وإيصال المساعدات، بالإضافة إلى دعم أمريكا لسلام دائم بين الطرفين، وأيضا الدعم المتواصل في إسرائيل وإحتمالية منع أي صراع إقليمي. كل هذا سيكون في الخطة، وضمان أن إسرائيل وأن أمريكا تدعم دفاع إسرائيل عن نفسها، ولكنها تذكر إسرائيل أن هناك صورة أكبر عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين لا يمكن تجاهلها. هل بالتالي ما تعرضت له القواعد الأمريكية في المنطقة في العراق وفي سوريا ومؤخرا في التنف البرج 22، هل هذا بالتالي سيقوي ويعزز من موقف بلينكن في حديثه مع نتنياهو ومجلس الحرب؟
هذا سؤال جيد للغاية. بالنسبة لبلينكين سيضمن وسيجعل الأمر واضحا لإسرائيل أن الولايات المتحدة تضحي في هذا الصراع وأن الولايات المتحدة ستفعل قصارى جهدها لمنع اتساع رقعة الصراع. ستكون مناقشة مهمة للغاية. أحد الأولويات لبلينكين هي منع حرب بين حزب الله وإسرائيل. فهذا الاجتماع بين بلينكين والقادة المختلفين في العالم العربي لمنع حرب إقليمية هي الأولوية القصوى. الهجمات الأخيرة من إيران كانت مربكة ومزعزعة، وأرى بايدن يستمر في الرد بشكل هادئ وحكيم حتى لا يؤدي هذا إلى حرب إقليمية كبيرة. مصر وقطر تساعدان في منع هذا من الحدوث، وهذا هو الهدف الذي يسعى إليه بلينكين. شكرا جزيلا ضيفي من واشنطن السيد جويل روبن نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، شكرا لوجودك معنا الليلة. ومبادرات سياسية جديدة لحل الصراع في غزة الذي يمتد للشهر الرابع على التوالي. وفي آتون هذه المعركة ربما تدور أخبار، كما ناقشنا مع ضيفنا من واشنطن حول رؤية جديدة لما بعد نهاية هذه الحرب، وربما يكون بدء عملية سياسية تؤدي إلى حل الدولتين. أرحب بضيفي الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية. دكتور أسامة مساء الخير، أهلا بك. أهلا أخي أستاذ عمرو. دكتور أسامة، لعلك استمعت ما ذكره السيد جويل روبن بأن هناك بالفعل نية لدى الإدارة الأمريكية للمضي قدما في مفاوضات حل الدولتين على أن تكون مفاوضات مباشرة ما بين الطرفين. كيف ترى هذا المستجد في السياسة الأمريكية مؤخرا؟ يعني هو بداية قبل كل شيء تحية لك للمشاهدين. الحقيقة أن الموقف الأمريكي ما زال واضحا، هو يتبنى الرواية الدولية في حل الدولتين، وهو موقف أمريكي قديم جديد لا يتغير. لكن إشكالية العودة إلى المفاوضات بدون أسس، يعني أتمنى أن يتم إعادة النظر فيها بشكل جدي وسريع، لأن المفاوضات التي جرت طيلة 32 عاما بنفس الأسس ونفس الآليات تقول أنه يترك الطرفان للمفاوضات. لكن إذا كانت قد وضعت مفاوضات بحدود زمنية تستمر لمدة عام كما جرى مثلا في مفاوضات كيري والتي لم تنتج عن أي نتيجة، إذا لم يتم وضع حدود زمنية أولا، إذا لم يتم وضع شروط، إذا انتهت المفاوضات بدون حل مثلا خلال 6 شهور أو خلال عام يتم الاعتراف بدولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي كشرط أساسي لبدء في مفاوضات، هذه مسألة مهمة جدا. يجب على الولايات المتحدة الأخذ بعين الاعتبار إذا كانت جادة في سلام حقيقية تفضي إلى حل الدولتين، فيجب عليها أولا أن تضع شروطا للاستمرار في عملية المفاوضات. بمعنى صحيح. الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد نحن نتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي بينما يقوم بعملية الاستيطان. شروط المفاوضات يجب أن تنطلق من أسس عملية السلام التي جاءت في أوسلو، أولا وقف الاستيطان، الحديث عن مفاوضات على أساس حل الدولتين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار المتعلق بقرار 242 المتعلق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة عام 67، مع طبعا تعديلات طفيفة على الحدود وفقا ما يتم الاتفاق عليه. صحيح. أيضا الالتزام بخطة خارطة الطريق الأمريكية، ثم أيضا إضافة قمة القمة العربية ومبادرة السلام العربية، وأخيرا هذه أضيفها من عندي وأقول أنا بشكل مباشر بحكم خبرتي وتخصصي المباشر في الشؤون المفاوضات ودراسة ملفات الحدود. طيب. أعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة وضع حدود زمنية أولا، ثم وضع شرط أساسي
لتقبل به القيادة الفلسطينية أن يكون هناك اعتراف بدولة فلسطين حال التوافق مع إسرائيل أو عدم التوافق، سواء قبلت إسرائيل أم تقبل. ولكن دائما واشنطن ما تضع شرط أن يتم هذا بموافقة الطرفين أو نتيجة لاتفاق ثنائي ما بين الطرفين، وهو أمر قد يكون صعب. دعني يعني أعود إلى الواقع بعد ما نظرنا فيما هو مستقبلي، ولكن الآن نحن في حرب تدخل بعد أيام قليلة الشهر الرابع. يعني هذه الحرب المستمرة 4 أشهر، الآن نتحدث عن مستجدات جديدة، نتحدث عن التفكير في هدنة طويلة متعددة المراحل بضمانات دولية ربما تكون قريبة أو تمثل انفراج وبناء الثقة ما بين الأطراف. برأيك، تعليقك على التصريحات التي صدرت من بنيامين نتنياهو اليوم التي رفض فيها إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، قال بأن هناك سلطة أمنية إسرائيلية هي التي ستدير قطاع غزة، لماذا يرفع بنيامين نتنياهو سقف المطالب إنجاز التعبير الشخصية له ولبعض أركان مجلس حربه في حين تتم أو هناك إجراءات لقرب الإعلان عن هدنة؟ يعني الحقيقة أن نتنياهو يغرد خارج السرب، هو الآن يعلن ذلك ربما يكون لأسباب إعلامية، أولا يكسب في الضغط على حماس كطرف أو على الأطراف الأخرى التي تفاوض مع الولايات المتحدة وطبعا مصر وقطر من الجانب العربي والولايات المتحدة وفرنسا يعني ممثلين الوفد الإسرائيلي في فرنسا. أعتقد أن نتنياهو يريد أن يرفع السقف حتى يكسب أكثر في عملية التفاوض بشكل أكبر، لأن هناك ضغوط داخلية عنده، أولا أهالي الأسرى، ثانيا الجيش الذي سئم من عملية الحرب التي ليست لها أهداف ولم تحقق أي من أهدافها طيلة 4 شهور تقريبا، ثالثا أنه يعني لا يريد أن يستمر في هذه الحرب، وحتى الولايات المتحدة لا تريد أن تستمر في هذه الحرب لأنها أيضا تريد أن تنشغل في شأن الانتخابات الداخلية الأمريكية. طيب، وبالتالي على الجانب الداخلية هناك ضغوط داخلية كبيرة بكل تأكيد، ولكن على الجانب الآخر حركة حماس تفكر في هذه المقترحات وهذه الخطة. برأيك هل هي تلبي أيضا المطالب الفلسطينية ومطالب فصائل المقاومة؟ يعني الشرط الرئيسي الذي بدأته وطلبت فيه حركة حماس وقف شامل للحرب، وبالتالي سحب القوات العسكرية الإسرائيلية وسحب الطيران والطيران التجسس أو ما يسمى بالطيران الاستطلاع في قطاع غزة، وهي مرفوضة قبل إسرائيل، لكن هذه ممكن أن يتم يعني التفاوض بشأنها وتنفيذها لأنه جرت في المرات الفائتة انسحاب مع إسرائيل إطلاق سراح المحتجزين، ربما هذا يشجع طبعا إسرائيل على وقف طائرات الاستطلاع. لكن بالنسبة لوقف شامل إسرائيل ترفضه، لكن الولايات المتحدة يبدو أنها ذكية في ذلك وأرادت أن يعني تطمئن حماس أننا نريد أن ندخل في مفاوضات لوقف إطلاق النار لمدة 1.5 شهر مثلا أو شهرين. هذه الشهرين تقوم في عملية التبريد. صحيح. تبريد الطرفين، إذا ما تم تبريد وسحب القوات لا يمكن أن تستمر القوات. طيب، إلى أي مدى هذه الضمانات المصرية القطرية الأردنية للجانب الفلسطيني والضمانات الأمريكية الفرنسية بالنسبة لإسرائيل هي تمثل طمأنينة لكلا الجانبين؟ بالتأكيد، يعني أولا مصر بالنسبة لنا كشعب فلسطيني نثق بالشقيقة الكبرى مصر ونثق بأشقائنا العرب، نثق بهم ونعطيهم الضمانات الكاملة، وحتى الوفد الحمساوي الذي سيزور مصر أو زار مصر يعني أنا أعتقد أنه لا يمكن أن يتخلى عن الموقف العربي أو يخذل الموقف العربي، وهناك تجربة كبيرة جدا على مدار سنوات من الحصار وسنوات من عمليات وقف إطلاق النار التي جرت كل الحروب السابقة، كانت مصر هي الضامن للفصائل الفلسطينية بينما الولايات المتحدة هي الضامن للاحتلال الإسرائيلي، ومع ذلك الاحتلال الإسرائيلي يتخلى عن الولايات المتحدة ويقوم بكسر وقف إطلاق النار أو التهدئة التي كانت تجري. الآن أود أن أعود أخي أستاذ عمرو لنقطة مهمة كنت أثرتها بالنسبة لوقف إطلاق النار. إذا تم تثبيت مسألة وقف إطلاق النار سيكون عملية تبريد للطرفين. صحيح. التبريد يعني معنى ذلك لا يمكن لنتنياهو أن يضع
300 ألف جندي أو 200 ألف جندي تسريحهم أن يظلوا واقفين على الحدود ينتظروا عودة الحرب مرة أخرى، سيتم تسريحهم وعند إعادتهم مرة أخرى ستكون مشكلة كبيرة جدا. خاصة أنه بالفعل بدأ سحب عدد من اللواءات العاملة داخل قطاع غزة وجزء منها كان قوات احتياط. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم من القاهرة دكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. ونستأذنكم في الخروج إلى فاصل قصير، وبعد الفاصل نتحدث عن الحوار الوطني المصري والملف الاقتصادي، ابقوا معنا. استجابة لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف أعمال وفعاليات الحوار على أن يركز في مرحلته القادمة على تناول أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية. وخلال الحوار الوطني سيتم طرح وثيقة أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة من العام 2024 وحتى العام 2030. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة السيد أحمد بيومي الخبير الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. سيد أحمد مساء الخير، أهلا بك معنا. كيف ترى هذه الجولة التي ستركز على المحور الاقتصادي؟ مساء النور، برحب بحضرتك والسادة المشاهدين. الحقيقة أن الحوار الوطني طلب التركيز، أو السيد الرئيس طلب التركيز على الملف الاقتصادي كبداية لمرحلة ثانية من الحوار الوطني اللي انطلق في العام الماضي. المرحلة الأولى اللي انطلقت في العام الماضي وشملت تشاور عدد كبير من الاقتصاديين، يعني حوالي 1700 اقتصادي، وتقدمت يعني مئات الآلاف، يعني أكثر من 100,000 ورقة بحثية في العديد من الموضوعات المختلفة، ثم صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء أو المركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء وثيقة اقتصادية، وثيقة أبرز توجهات الدولة المصرية في الفترة الرئاسية من 2024 إلى 2030، والتي حملت خطة الدولة، خطة أو مستهدفات للدولة المصرية خلال الفترة من 2024 إلى 2030. لكن طبعا احنا حابين نوضح أن هذه الوثيقة هي بالأساس هي ورقة بحثية صادرة عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، وهي عمل بحثي يؤخذ ويرد عليه، وهو السبب الرئيسي الذي تطلب إجراء حوار وطني على هذه الوثيقة للتوافق على المستهدفات التي تضعها هذه الوثيقة وتحليل أو الاتفاق على الآليات التي سيتم تنفيذها بالتحديد للوصول إلى تلك المستهدفات، خاصة وأن تلك الوثيقة عرضت العديد من المستهدفات الطموحة التي تحتاج إلى وضع آليات دقيقة وآلية لمتابعة تنفيذ تلك الآليات للوصول إلى تلك المستهدفات. طيب ماذا عن الخطوات التنفيذية؟ يعني هناك حوار وهناك أكيد مخرجات، كيف ستكون هذه المخرجات استرشادية وقابلة للتطبيق أمام الشق التنفيذي أو 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 أجهزة الدولة؟ حابب أوضح بس أن الاستراتيجية الموضوع من جانب مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار هي استراتيجية، فبطبيعة الحال أن الاستراتيجية تضع خطط رئيسية وملامح عامة ولا تتخصص بوضع آليات تنفيذ لتلك الخطط. دور الحوار الوطني في المرحلة الثانية هو وضع آلية التنفيذ لتلك المستهدفات أو تعديل هذه المستهدفات ثم وضع آلية للتنفيذ، وبالتأكيد سيتم التنفيذ بالتعاون مع اللجان الاقتصادية العليا الموجودة بالدولة المصرية والمؤسسات الاقتصادية المصرية، لأن مصر هي دولة مؤسسات يحكمها القانون وبناء عليه، فسيكون لتلك المؤسسات الحكومية حضور في الحوار الوطني الثاني وستكون مسؤولة عن تنفيذ مخرجات ما يتم الاتفاق عليه خلال الحوار الوطني الثاني. طيب ما هو أبرز عنوان في الملف الاقتصادي تراه سيشغل المشاركين في الحوار الوطني في الشق الاقتصادي؟ يعني بالتأكيد التضخم وغلاء الأسعار، يعني هو الملف الأهم والأبرز في الحوار الوطني في المرحلة الثانية، هذا هو أهم ملف. وفي الحقيقة إن علاج
هذا التحدي أو علاج هذا الملف بالتحديد يتطلب اقتحام ملفات أخرى والتدخل لعلاجها. ففتح هذا الملف كملف رئيسي وأساسي يترتب عليه فتح 3 أو 4 ملفات أخرى تحتيه، وهي الملف الخاص بإدارة الدين العام وضبط المالية العامة، والملف الخاص بجذب الاستثمار الأجنبي والاستثمار الوطني وزيادة نصيب القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي، والقسم الخاص بزيادة الصادرات. وبالتبعية فإن التلاتة دول عشان يحصلوا كده فمحتاج إن أنا أوفر بيئة اقتصادية من حيث القوانين والحوافز التشريعية صحيح اللي تكون قادرة على جذب هذه الاستثمارات وتوفير التمويل الكافي لضخ استثمارات في الدولة. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من القاهرة السيد أحمد بيومي الخبير الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا لك. أغلب دول العالم دائما ما تكون حريصة على المشاركة بجناح لها في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام هذه الأيام في القاهرة بمشاركة أكثر من 70 دولة تمثل مختلف الثقافات والناتج الفكري والحضاري العالمي. نتابع هذا التقرير أولا وهذه الرسالة اليومية من أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب. انطلاقا من التبادل المعرفي الممتد بين مصر وفنزويلا منذ 1981، اليوم السادس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 كان شاهدا على توقيع بروتوكول تعاون جديد بين وزارتي الثقافة المصرية والفنزويلية، يتضمن آفاقا وآليات تسهم في التوسع المعرفي بينهما بشكل أكبر في الفترة المقبلة. بنتشرف بزيارة معالي وزير ثقافة فنزويلا لمصر بمناسبة المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 55. فنزويلا لها جناح مهم جدا، عندهم أدباء عظماء في حركة ترجمة قوية من اللغة الأسبانية إلى اللغة العربية. معالي الوزير يعني زي ما شفتوا حضراتكم تم توقيع اتفاقية تبادل ثقافي بين مصر وفنزويلا لتبادل الفعاليات الثقافية بين الدولتين. عن طريق الاتفاقية اللي وقعناها فدي تعتبر نقطة بداية وتعتبر وسيلة جيدة جدا لتوطيد العلاقات ووسائل التعاون الثقافي بين الدولتين. احنا فعلا قدمنا الدعوة الرسمية لمعالي الوزيرة عشان تكون مصر ضيف الشرف للعام القادم في معرض فنزويلا الدولي للكتاب، واحنا عندنا توافق في الرؤى الدولية والسياسية، وده هنوطده عن طريق العلاقات الثقافية المتبادلة بين البلدين، واحنا سعداء جدا بوجودنا هنا على الأرض العريقة دي، وبالقرب من هنا في مذابح بترتكب، فاحنا عايزين نعمل نداء ان احنا يبقى في معارض كتاب، لان عن طريق الثقافه بنحقق السلام. بعد الانتهاء من توقيع الاتفاقيه قام الوزيران بجوله تفقديه داخل اروقه المعرض، تضمنت زياره الجناح الخاص بالهيئه العامه لقصور الثقافه المصريه قبل التوجه الى جناح فنزويلا الملاصق للجناح الفلسطيني. دائما هناك جناح خاص بدولة فلسطين في معرض القاهرة الدولي للكتاب على مدار السنوات، ولكن هذا العام بنحتفل بهم احتفاء خاص لإحياء التراث الفلسطيني، لأنه طبعا ما يحدث هناك بيعرض التراث
الإنساني والتراث الثقافي الفلسطيني للاندثار. أقيمت ندوة تحمل عنوان الأدب والثقافة والهوية الفنزويلية، تناولت شرحاً وافياً عن الأصول التاريخية الفنزويلا التي ترتبط باللغة العربية، حسبما أشار إليه وزير السلطة الشعبية الثقافية بفنزويلا خلال جلسته النقاشية، واهتمام فنزويلا بالتبادل السياحي والتجاري مع مصر بشكل أكبر حتى يتسنى لشعبي البلدين التبادل المعرفي والثقافي. من العاصمة المصرية سلسبيل سليم، هنا القاهرة عاصمة الخبر. من الوجود الفنزويلي في معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى دولة شقيقة المملكة العربية السعودية ودائما مشاركتها المميزة في المعرض، ينضم إلينا من القاهرة الناقد السعودي السيد طارق الخواجي المستشار الثقافي بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي. سيد طارق مساء الخير وأهلا بكم. أولا نبارك لك توقيع كتابك الجديد. شكرا جزيلا لكم على هذا الاستضافة الكريمة وسعيد جدا بظهوري معكم. شكرا أهلا لكم. بكم أولا، ما هو انطباعكم هذا العام في هذه الدورة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب؟ يعني هو الانطباع خليني أقول المعتاد دائما على معرض القاهرة للكتاب هو تظاهر ثقافية نوعية ومختلفة، واعتبر أحد أهم الظواهر الثقافية في العالم العربي. معرض القاهرة للكتاب ليست أهميته فقط من كونه عرض عربي، لكنه أيضا واحد من أهم وأكبر المعارض على مستوى العالم. هو دائما منصة جيدة جدا خليني أقول لحضور دور النشر والمراكز الثقافية والمؤسسات الثقافية في يعني خليني أقول من أكثر من مكان في العالم. واحدة من المشاركات المميزة دائما ما يكون الجناح السعودي، ما الذي تقدمه المملكة والهيئات الثقافية في المملكة هذا العام في معرض القاهرة؟ طبعا هناك عدد من المؤسسات الثقافية المشاركة إذا استثنينا دور النشر لأنها تحضر بشكل دائم ومستمر، لكن المؤسسات الثقافية وعلى رأسها المؤسسة التي يعني أنا موجود في جناحها اللي هي مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء، الذي نشارك في معرض القاهرة للمرة الأولى، رغم أن فريقنا يزور معرض القاهرة كل سنة، لكن هذه هي أول مشاركة بجناح رسمي نقدم فيه العديد من المبادرات والفعاليات التي يقدمها مركز الملك عبد العزيز العالمي إثراء. ما هي أبرز الفعاليات، ما أبرز الدوريات أو المؤلفات التي تعرضوها في جناحكم في مركز الملك عبد العزيز الثقافي في المعرض؟ نعم، عندما يزور الزائر جناح الملك عبد العزيز الثقافي العالمي يبدا في البدايه في التعرف على الاصدارات التي اصدرها المركز عبر السنوات، كان من ابرزها المعلقات العربيه وشرحها لجيل ما بعد 2000 وترجماته التي تنعان حتى الى 6 لغات، كذلك كتاب الهجره الذي هو كتاب تم اصداره على هامش معرض الهجره الذي تم اقامته في الظهران ثم بعد ذلك في الرياض وسيجوب عواصم عربيه وعالميه، وثم بعد ذلك سياخذ جوله في عديد من مبادرات وبرامج المركز، على سبيل المثال مسابقه اقرا التي تحولت في موسمها 8 السنه الماضيه الى مسابقه عربيه شارك فيها اكثر من 51 الف متسابق من ارجاء العالم العربي، كان عدد المشاركين فيها من مصر 24.4 من عدد المشاركين في المسابقة، هذا العام المشاركين يتجاوزون 100 ألف. ثم بعد ذلك يمكن التعرف أيضا على مكتبة إثراء بجولة افتراضية من خلال نظرات الواقع المعزز، ثم المكتبة الرقمية التي يستطيع الزائرين في الجناح أن يمسحوا الرمز الموجود على حائط الجناح ويدخل مباشرة إلى مكتبة تحمل أكثر من 34 ألف كتاب عربي وإنجليزي متاحة للجميع بدون أي ثمن. يعني حقيقة هذا أمر مشوق لي شخصيا، يعني أن أزور مركز أو جناح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في معرض القاهرة. حقيقة شكرا لك الناقد والكاتب السعودي السيد طارق الخواجي لوجودك معنا ليلى، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل مشاهدينا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في من مصر، نراكم الأسبوع القادم إن شاء الله، إلى اللقاء.